في بيتي أنا هنا يوجد أكثر من 140 نازح. أول أمس في الليل فوجئنا بأن إحدى النازحات جاءها المخاض وهنا البيت محاصر، لو فتحنا الباب البيت سيتم قصف من يفتح الباب وربما يتم قصف المنزل. كانت موجودة ممرضة على بعد 100 متر من البيت، لم نستطع اللي هو الوصول إليها أو حتى التواصل معها لأنه لا يوجد اتصالات، لا يوجد أي خط تليفون. حاولنا التواصل مع الصليب لا يوجد، حاولنا التواصل مع الهلال الأحمر لا يوجد اتصال مع أي مؤسسة إطلاقا. فدعوت الله قلت يا رب انقطع الاتصال إلا بك، فهداني الله لأن أتحدث مع بعض الزملاء في الطفاء. الساعة كانت وقتها الساعة 2:25 فجرا، تحدثت أو قمت بالاتصال على الزميل محمد أبو ثابت من نابلس فلم يرد، تواصلت مع الزميلة هديل أبو زينة فلم ترد، تواصلت مع الزميلة ابتهال منصور فأرد الهاتف، فتحدثت معها أنه ضرورة إيصالنا إلى دكتور نساء وتوليد لإرشادنا ماذا نفعل في هذه اللحظات. أوصلتنا بالدكتور سليمان أبو عيدة، فمباشرة تواصلنا مع الدكتور وبدأ الدكتور يشرح لنا خطوات التوليد لأقوم أنا وزوجتي بهذه المهمة، وقمنا بفضل الله بتوليد هذه المرأة وإنجاز هذه المهمة على أكمل وجه بفضل الله. كان الدكتور يشرح لنا ماذا نفعل وكيف نخرج الجنين وكيف كذا وكيف وكيف، كانت موجودة أختي الكبيرة وولدتي، ورغم أنه يعني لم يسبق أن تعرضنا لموقف مثل هذا الموقف، وبفضل الله يعني تم توليد اللي هو الأم. هذا بفضل من الله عز وجل بصحة جيدة، والولادة تمت بصورة سهلة جدا وسلسة جدا بفضل الله. القصف كان متواصل حول المنزل، يعني هذا للعلم، كان القصف متواصل حول المنزل، واستشهد من جيراننا في هذه الليلة أكثر من 80 شهيد من عائلة علوان والبرش وبيت آخر لعائلة علوان، واستهدف بيت عائلتي أيضا البيت القريب للعائلة من بيتي واستشهد 4 أيضا. يعني نحن نتحدث عن حصيلة 84 شهيد حول البيت، وكنا في المخاض، كانت عفوا كنا في اللي هو محاولة توليد هذه المرأة. المرأة بفضل الله كانت يعني بصحة جيدة، وحتى المولود بصحة جيدة بفضل الله. كانت يعني كنا نقوم بهذه المهمة ودموعنا تنهمر، وأنا يعني بصراحة بكيت لحظتها على الوضع الشديد الذي وصلنا إليه. يعني ما ساعد على ذلك أيضا بعد فضل الله أنه كان أن يوجد عندي بعض الإسعافات الأولية، فقمت يعني بارتداء القفازات وارتدت زوجتي القفازات في محاولة اللي هو إنقاذ هذا الجنين وإنقاذ هذه المرأة التي كانت تئن وتصرخ من شدة الألم. وحينما تمت الولادة بفضل الله الأمور جيدة جدا، والأمور كانت حتى فوق الممتاز، يعني مش جيد جدا، فوق الممتاز. وهنا أنا عنونت مقالي بإذن الله سأتم أو سيتم كتابته حينما ليلة من ليالي الحرب، هذا العنوان ليلة من ليالي الحرب، حينما تحول الصحف إلى طبيب توليد. الاثنين 18 ديسمبر 2023 الساعة 2:30 فجرا.